أهلا ومرحبا بكم في قناة نغمات الأطعمة. معكم سهير من قناة نغمات الأطعمة. أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله هنعمل بسكوت البرتقال بكل تفاصيله. يلا بينا عشان ما تقولش عليكم هقول لكم المقادير. مقاديرنا بسيطة خالص وسريعة ومش مكلفة. كيلو من الدقيق، 2 عدد بيض، 125 جرام سكر بودر، باكو فينيل بيكنج بودر، كوب صغير من عصير البرتقال، 15 جرام نشا، 15 جرام بودرة تانك، 60 جرام من الزيت النبات، 250 جرام زبدة ما يعادل ربع كيلو، باكو من الفالينيا. مقاديرنا بسيطة خالص مش مكلفة وسريعة، يعني كيلو الدقيق دون هيعمل لك 2 كيلو بسكوت لأحلى مشاهدين. النهاردة هنستخدم بقى ايه الميزان عشان مقاديرنا تبقى مظبوطة. عندي هنا الميزان، هحط كده ايه الحاجة اللي انا هوزن فيها. هصفر الميزان، لازم تصفريه كده عشان ايه المقدار بتاعك يطلع تمام. شغليه تاني نستخدمه كده، خلاص الصفر ايه ولا اكن دي محطوطه. عندي هنا بقى ايه هوزن الزبده. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو كده بايه 240. عايزه حبه كمان، ولازم ان تكوني ايه بتوزني الزبده وهي سايحه عشان وهي متلجه بتديكي اكتر، يعني الميزان مش هيكون مظبوط. وخمسين جرام، حتة كمان على الميزان كده عشان تبقى ايه تمام معاكي. انا شايف ان ايه الميزان اساسا اهو، يعني انا وزنها قبل الهوا بس اول لما ساحت. على فكرة لما ساحت لو زادت منك حتة كده مش مشكلة، اهو كده 257 جرام. ظبطي انت بقى ايه اهو، بصي بقى لما شلت حتة مش مشكلة كده كده 251 جرام، مش مشكلة يعني لو زادت منك حبة مفيش مشكلة خالص. يلا بقى نشتغل. لما تيجي تحطي السكر يعني تحطي في المعيار واعمليه كده واعمليه كمان، اعمليه كده وبلا كمان. هو ايه عشان ايه بمكوك هديك المعيار كويس. يعني عندي هنا بقى نشتغل بالمضرب، هحط الزبدة مع السكر. بسم الله نشتغل بالمضرب، لازم يكون مضرب بقى عشان يديكي طراوة كده في الايه في البسكوتة وتطلع كويسة. كسرها بس كده عشان ايه ما تتنطورش معايا. بسم الله، ولازم يكون الزبدة بدرجة حرارة الايه المطبخ. هتخلي كده كويس خالص كده وارجعلكوا تاني. الحته وهي المحطه لسه مكملين مع بعض. هكسر بقى ايه كده الزبده مع السكر لغايه ما يبقى لونها كريمي وهرجعلكوا تاني. لما توصل الزبده للدرجه دي هتنزلي الزيت كده مباشره، وزيت لازم يكون زيت نوعه كويس، زيت نباتي كويس. اهو هضرب برده كده لغاية ما كل المكونات تتجانس مع بعض. قعدت اضرب فيه لغاية بقى ما يلون كريمي كده بالمنظر ده. هنزل بيض ايه بيضة بيضاية بقى لغاية ما تستوي خالص. اول بيضاية هنزلها كده لغاية ما تستوي، وهنزل البيضاية الثانية بالمنظر ده. طبعا عشان في بيض لازم يكون ايه في فانيليا، اهو لازم الفانيليا. شايفين بقى لونه كريم ازاي، بقى لونه كريم ازاي. انا عايزه الهشه دي عشان لما اجي اعمل بسكويت يبقى معايا تمام. اضرب بس كده برضو خلاص كده. عندي هنا هنزل ايه بودرة التانك كده على البرتقال، هديك نتيجة كويسة خالص. اهو
اول حاجه هيديكي لون، تاني حاجه هيديكي نتيجه كويسه. لو عايزه تزودي بقى ايه السكر في البسكويت انت براحتك خالص، بس انا بقول ايه عشان ما يبقاش مسكر خالص، واساسا التانك بيبقى فيه سكر، يعني احنا بنجيبه بيبقى فيه سكر عشان الدنيا ما تبقاش مسكره جامد معاكي. هحاول بس ادوبه كويس كده، بس كده مش عايزه حاجه اكتر من كده. هنزل البرتقال كده واحده واحده بسم الله، وهضرب برضو كويس الخليط لغايه ما يبقى ايه يهش معايا كده اهو في كل الكميه. خلاص كده عندي الدرجه دي، عندي الدقيق هنا لازم اتنخل بسم الله. طبعا الكيلو هيبقى ايه، انت تجيبي كيلو هو كيلو موزون جاهز هتنخلوه كده، لازم يتنخل كويس خالص كده عشان تطلعي منه اي تكتلات. بعد ما نخلت الدقيق هندخل كده النشا، والبيكنج باودر، لازم تدخلي الايه الحاجه كويس معاكي عشان كده احنا بندخلها هوا بقى كل ايه المكونات الجافه كده مع بعض عشان البيكنج باودر كله يتجلس مع ايه مع الدقيق والنشا اهو. عندي هنا كده بقى مش هستخدم ايه مش هستخدم تاني المضرب، بس كده انا قلبتها كويس خالص كده. هنجيب بقى ايه الخليط اللي احنا عملناه اللي هي السبايب كلها مع بعض، شايفين شايفين لونها عامل ازاي وتقيله ازاي، هي كريمي. هنزل بقى ايه حبه حبه من الدقيق كده واقلب اقلب كده، وما تفضليش تقلبي فيه كتير، يعني يا دوبك ايه تلم العجينه اهو. اقلب كده كل الخليط، مش هستخدم ايدي ولا حاجة، انا ايه هشتغل بس ايه هقلبه كده كويس اهو. عندي هنا قلبت العجينة وما ايه متحاوليش ان انت ايه تفضلي تعجني فيها، يا دوبك بس قلبتها. بصوا ما شاء الله العجينة حلوة ازاي. عندي هنا بقى ايه اوميجا، الناس اللي ما عندهاش مكنة هوريكي طريقة حلوة خالص تعملوا بيها البسكوت في أبسط ما يمكن. القمع ده بيتباع رخيص جدا بخمسة جنيه، يعني مش ايه مش غالي ولا حاجة. هتجيبي حتة العجينة بثلاث صوابع دول، بالثلاث صوابع دول اهي، هتحطي ايدك كده على العجينة وهتضغطي كده جامد اهي، طلعت معاكي بكل سهولة. لو عايزه تكبريها كبريها، عايزه تخليها صغيره انت براحتك خالص اهي. تاني تعمليها كده بالثلاث صوابع دول كده، هتضغطي عليها كده هتطلع معاكي بكل سهوله اهي. اعملها معاكي تاني بالثلاث صوابع، هضغط كده جامد هتطلع معايا بكل سهولة، شايفين اهي. هعمل معاك واحدة كمان
حاولي ان انت ايه تخلي القمع مليان عجينه عشان لما تيجي تضغطي بالثلاث صوابع دول كده تطلع معاكي بايه بسهوله اهي. وتقطعيها كده. يا رب تكون الفكره وصلت. ولو عندك القمع بتاع بلح الشام ممكن برضو بتعمليه بنفس الطريقه بس بتعمليه بايه بالصباع الكبير. هعمل كل الكميه بقى وارجع لكم تاني واصل ونواصل. بعد كده ادخله الفرن على درجه حراره 180 درجه مئويه على الرف الوسطاني، ويستحب ان انت ايه ما تعليش عليه الفرن جامد، يعني هو 180 يبقى 180، لو عندك الفرن ما بيظبطش يبقى ايه هدي الفرن. ادخله بقى الفرن وهوريه لكم لما يطلع. وادي شكله لما طلع من الفرن، شايفين جماله حلو ازاي. عايزه اقول لكم هنا في علب بتتباع عند ادوات اللي هو بيبيع الكريمه والمستلزمات اللي هي ايه الحلويات، بيبيع العلبه دي يعني مش غاليه خالص ب6 جنيه. ممكن تحفظي فيه البسكوت بتاعك كده عشان يبقى معاكي كويس، وفي نفس الوقت ايه يبقى كويس معاكي. عايزه بس هنا اوريكم ايه البسكوته مقرمشه قد ايه، شايفين ما شاء الله. بصوا بصوا هشه ازاي من جوه ومقرمشه، جميله خالص. جربوها ان شاء الله هتعجبكم وتنول اعجابكم. شايفين ما شاء الله مقرمشه ازاي. متنسوش لو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل. مستنيه تعليقاتكم. تنوروني بالاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمة الله.